تحية طيبة طلابي الأعزاء. تجربتنا اليوم حول كثافة السائل. الأدوات المستخدمة بالتجربة هي ميزان حساس ودورة قسطواني بيكر وماء مقطر. الغاية من إجراء التجربة هو حساب كثافة السائل. السائل اللي راح نستخدمه هو الماء. كثافة السائل للماء هي 1 بالوحدات الصغيرة وألف للوحدات الكبيرة. فهي التجربة راح نثبتها تساوي لنا 1. ممكن نستخدم غير سوائل، لكن استخدمنا الماء بسبب توفره ومعرفة كثافته اللي هي قيمتها 1. قانون الكثافة يسوي لنا الكتلة على الحجم. فهي التجربة لازم نستخرج الكثافة، فلازم عندي الكتلة وعندي الحجم. طبعا الكثافة تعريفه هي كمية المادة الموجودة في حجم معين، أما الكتلة هي كمية المادة الموجودة في جسم. يعني مثلا هذا الجسم إيش قد به مادة تعتبر ككتلة. أما الحجم هي تمثل أبعاد الجسم. الحجم اللي هي الحيز اللي تشغله المادة في الكون، إنه هذه المادة إيش قد ماخذة مساحة بالكون تعتبر حجم. فحتى استخرج الكثافة لازم عندي كتلة الماء وعندي حجم الماء. طبعا حجم الماء استخرجه من الأواني الزجاجية. من الأواني الزجاجية، الأواني الزجاجية هي تستخدم لحساب حجوم السوائل. فعن طريق الأواني الزجاجية ممكن استخرج الحجم. أما الكتلة استخرجها من خلال الميزان الحساس. فالميزان الحساس هو يستخدم لاستخراج الكتل وليس لاستخراج الأوزان كما شائع. الخطأ الشائع أنه الميزان يقيس لنا الوزن، لكن هو يقيس الكتلة، لأن الوزن يختلف عن الكتلة. الكتلة تمثل كتلة كمية المادة الموجودة بالجسم، أما الوزن هو تأثير الجاذبية الأرضية على الأوزان. فهنا استخرج الأم اللي هي الكتلة، وكذلك الفي الحجم، أما الرو هي تمثل لي حاصل قسمة الكتلة على الحجم. الحجوم راح نستخدمها طلاب 150 حجم عن طريق هذه. بعدين استخرج الكتلة عن طريق الميزان، بعدها استخدم حجم 100 والكتلة اطلعها من الميزان، بعدها 50 حجم والكتلة اطلعها من الميزان، اقسم بعدها الكتلة على الحجم تطلع لي الكثافة. المفروض تطلع لي الكثافة قيمتها 1. وحدة الكثافة الوحدات صغيرة غرام على سنتيمتر مكعب. كذلك ممكن سنتيمتر مكعب نعوض عنه ملي لتر، اللي هو المل ملي لتر. كذلك راح نثبتها 1. هاي الوحدات منين اجتني طلاب؟ الغرام هي تمثل وحدة قياس الكتلة، والمل تمثل وحدة قياس الحجم. بالوحدات الكبيرة تمثل ألف، كثافة الماء ألف. بالكيلوغرام على اللتر تمثل لي بالوحدات الكبيرة. فالآن طلاب نستخرج كتلة الماء بحجم 150. قبل هذا طلاب كتلة الماء استخرجها عن طريق الميزان، بس قبل هذا أخلي استخدم هذا أقيس كتلة البيكر هو فارغ، هي تمثل لي أم 1. هذا طلاب أم 1 تمثل كتلة البيكر وهو فارغ، قيمتها 102 بوينت 5 كتلة البيكر وهو فارغ. طبعا هاي طريقة انه استخرج معتها كتلة البيكر. كذلك طريقة ثانية، ممكن اخلي البيكر واصفر، اصفر البيكر، اصفر الميزان. ممكن الطريقة الثانية انه استخرج معتها كتلة البيكر. الطريقة الاعتيادية انه اقيس كتلة البيكر هو فارغ، بعدها اضيف الماء اللي هي حجمه 150، ثم اقيس الكتلة الثانية تمثل لي كتلة البيكر وهو مملوء بالماء. فالآن راح أخلي حد 150 حجم. الآن صار 150 طلاب. طبعا مستوى الماء طلاب لازم أقيسه مباشرة هيك، مباشرة أمامه. ليش؟ لأن الماء يكون بهذا الشكل متموج، لذلك المفروض أنه نقيسه بشكل مباشر. إذا قسناه بشكل جانبي راح يبين أنه أعلى، بشكل جانب الآخر راح يبين أنصى. مباشرة نقيس مستوى سطح الماء باتجاه مباشر. الآن خلينا 150 اللي هي كتلة، بعدها قيسها بالميزان 295 بوينت 5.6. طبعا هاي الحركة طلاب انه الميزان حساس يتأثر بحركة الهواء بحركة القدمين، لذلك هو يفضل انه يخلون حاجز حتى ما يأثر على الميزان. الآن طلاب ننقص كتلة البيكر وهو مملوء، كتلة البيكر وهو فارغ. فننقصهم طلاب، طلعت كتلة الماء 157.06. فكتلة الماء 157. هسه الآن أقسم كتلة على الحجم. الكتلة 157.6
على 150. طلعت كثافة الماء 1 وبنسبة خطأ 4%. طبعا هاي نسبة الخطأ 4% هي بسبب الميزان، بسبب حركة الهواء، بسبب انه البيكر احتمال تكون بيه قطرات، هاي القطرات زادت من كتلة البيكر. فهنا ثبتنا انه كثافة الماء قيمتها 1. بنفس الطريقة طلاب عيتها اخذ حجم 100، بعدها ناخذ حجم ثاني طلاب 100، خلينا ماي 100 تقريبا اللي هو حجم الماء. بعدها اقيس كتلة الماء عن طريق الميزان، كتلة الماء اللي تمثل لـ M2 207.6، هذه كتلة الماء بحجم 100. كذلك نقصها طلاب من كتلة البيكر وهو فارغ اللي هي الأم 1، فأم 2 ناقص أم 1، الأم 2 207.6، الأم 1 102.5، كذلك أنقصهن 105.1 يتمثل لي كتلة الماء بحجم 100، كذلك أقسمها نفس الطريقة. كذلك بعدين أخذ الحجم 50 أقسمها، راح تطلع لي كثافة الماء. الآن طلاب نأخذ الحجم 50، كذلك نقيس للكتلة عن طريق الميزان. الأم 2 162.1 اللي هي كتلة البيكر وهو مملوء بحجم 50 مل. كذلك نقصها من أم 1 راح تطلع لي الكتلة، كذلك بعدين نقسمها تطلع لي كثافة الماء. كلية المنارة للعلوم الطبية، صحتك ومستقبلك هدفنا.